فرق من 10 دول عربية: المملكة العربية السعودية، الكويت، المملكة الأردنية الهاشمية، لبنان، المملكة المغربية، الجزائر، ليبيا، العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين. أبنائي الأعزاء من دول وطننا العربية، ليس هدفنا أبدا من هذا التجمع حصد الميداليات واعتلاء المنصات التتويج فقط، وإنما تعضيد التعارف والتآخي والترابط بين أبنائنا المشاركين جميعا، تحقيقا وإعلاء للوحدة العربية. السادة ورؤساء البعثات الأفاضل، نحن جميعا نلتقي اليوم في افتتاح هذه البطولة. منا أولا بأهمية ممارسة الرياضة، وخاصة الرياضة المدرسية، والتي تلعب دورا بارزا وفعالا في بناء شخصية الطالب من خلال تنمية قدراته ومواهبه الرياضية، بالإضافة إلى دوره الفعال في تعديل وتغيير سلوكه بما يتناسب مع قيم المجتمع. الحقيقة أنا كنت مسؤول عن التربية والتعليم في مصر. إحنا غيرنا في الخريطة المدرسية، وأصبح هناك يوم أسبوعي، يوم رياضي وثقافي لكل الطلاب في كل الصفوف في جمهورية مصر العربية. دائماً أتوجه بخالص التحية والتقدير لكافة العاملين في وزارة الشباب والرياضة، وعلى رأسهم أيضاً السيد الأستاذ الدكتور أشرف صوفي وزير الشباب والرياضة، على صادق تعاونهم معنا في تنظيم هذه البطولة. كما أتقدم بالشكر الجزيل للاتحاد المصري للرياضة المدرسية وللجنة المنظمة للبطولة على الجهد الدؤوب والعمل المتواصل من أجل تنظيم هذه الدورة لتخرج بهذا الشكل المشرف. وأكرر ترحيلي بالنفوذ العربية المشاركة في بلدهم الثاني مصر، متمنيا للجميع دوام التوفيق والسلام. شكرا جزيلا.